خلود نروح بقى على الغناء. يعني. انتي بتقولي ابتديتي من وانتي صغيرة جدا، بس كمان بقيتي دلوقتي بتلحني صح؟ ايه اول اغنية انتي غنيتيها؟ اول اغنية انا غنيتها ماما يا حلوة. ياه. طب من يلا فوق. نسمعها. فعلا؟ يلا. اوكي. آخر مرة وأول مرة أغنيها. هتستعيد الذكريات معانا. ماما يا حلوة يا أجمل غنوة، عايشة في قلبي وجوا كياني، غالية عليا يا ضي عينيا، يا أول كلمة نطقها لساني. ماما يا ماما يا ماما يا ماما، انتي يا ماما ملاك من الجنة، عايشة في قلبي بعيش واتهنى. مين رباني مين أمي ومين هناني مين أمي غيرك انتي يا حلوة يا ماما ماما يا ماما يا ماما يا ماما. برافو يا خلود فعلا. لا حلو من زمان جدا قوي. هي الاغنيه قديمه طبعا كمان، وانت اكيد غنيتيها من زمان جدا. هي من وانا طفله، كان عندي 10 9 سنين، دي اول واخر مره اغني الاغنيه دي. لا بس هي اغنيه فظيعه طبعا.